في اليوم العالمي للتطوع واللي يوافق اليوم الأحد 5 ديسمبر يسعدنا تسليط الضوء على تجارب وقصص أبناء الوطن فيما يخص جانب تطوعهم. معنا اليوم في الاستوديو طبيبة سعودية طبقت معنا تطوع بخبرتك، فأطلقت عدة مبادرات تطوعية تستهدف خدمة بعض شرائح المجتمع. رح نتكلم بتفاصيل أكثر عن هذه التجربة الرائعة مع ضيفتنا في الاستوديو دكتورة منى الرويلي، طبيبة أسنان وصاحبة مبادرات تطوعية. هلا وسهلا بك دكتورة منى. أهلا أهلا، هلا فيك أختي. سعيدين بوجودك معنا اليوم في هذا اليوم العالمي للتطوع. حضرتك مثال جدا رائع على التطوع، رح نتكلم في تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. أعطينا فكرة عن بدايتك في التطوع، وكان من خلال إنشاء عيادات متنقلة. بداية أهلا وسهلا فيكم وشكرا لاستضافتكم لي. موضوع العيادة المتنقلة هي ما كانت أول بدايات التطوع، يعني أنا تقريبا من كم سنة وأنا أشتغل بالتطوع بس مجالات أخرى، يعني في مجال أني أنا أساعد الناس وأعمل دورات كوني مدربة معتمدة. لكن فكرة العيادة المتنقلة لما كنت أنا مديرة المركز، وضع الفريق خطة أن إحنا نوصل لفئات مستهدفة نستهدفها، يعني أولها كان نزلاء السجون. فكان عندنا تحدي أنه إحنا فعلا نحتاج عيادة متنقلة، فعلا نحتاج عيادة مجهزة وتروح وتجي معانا. عيادة أسنان. عيادة أسنان. فمنها أنا يعني جتني هذه الفكرة وطبقتها عشان أنا أتغلب على هذا التحدي. أيضا في المبادرة الوطنية للوقاية من التسوس اللي أطلقتها وزارة الصحة، طبعا هي هذه المبادرة تهدف أنه يقل نسبة التسوس، وهي من رؤية 2030 يقل نسبة التسوس عند الأطفال والسكان. فهي وقفت المبادرة لما جينا على جائحة كورونا، فصار عندنا أيضا تحدي ثاني بأن إحنا لازم نتحرك ونوصل للأطفال. بطلنا نقدر نوصل لهم بالمدارس، هي المدارس سكرت. صحيح. فكان الحل أنه فعلا يكون عندنا عيادة متنقلة نستهدف فيها فئة معينة ونستهدف فيها الأطفال لتطبيق مادة الفلورايد عليهم. من هنا جت الفكرة. طيب دكتورة منى، التخصصات اللي موجودة في العيادة المتنقلة وش تكون؟ هي التخصصات الموجودة يعني علاجية ووقائية وتوعوية، يعني الأطفال استهدفناهم بحملات توعوية ووقائية. أما كبار السن، ذوي الإعاقة، نزلاء السجن، كانت الخدمات هي علاجية، يعني علاجية، وتقريبا وفرنا لهم كل الخدمات، مثل علاج الجذور، عفوا، الحشوات التحفظية، تركيبات أيضا المتحركة، وجراحة الفم. ما شاء الله. طيب يعني خلينا نتكلم أكثر عن هذه العيادة المتنقلة. بدأتوا سنة كم، وكم عدد الأشخاص اللي ساعدتوهم أو خلينا نقول قدمت لهم العلاج؟ تقريبا بدأنا من سنة ونصف بالعمل بالعيادة. وصلنا إلى ما بين الحملات التوعوية والوقائية والعلاجية، تقريبا وصلنا إلى ما يقارب 1300 مستفيد. ما شاء الله. حلو. في مبادرة تطوعية أخرى وهي عبارة عن تطبيق ذكي، كلمينا عنها شوي. صحيح، تطبيق أولوية. هو تطبيق أولوية استوحينا الفكرة من وزارة الصحة، هي سباقة بأولوية بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة. الفكرة من هذا التطبيق هي أن احنا نعطي أولوية لكبار السن وذوي الإعاقة، وزي ما قلت لكم هي من أول وزارة الصحة يعني عطتهم أولوية يدخلون بالمنشأة الصحية ببطاقات. نعم. تسهيل الخدمة العلاجية لهم. لكن أنا فكرت أن احنا نجيهم للمنزل ونقدم لهم الخدمة العلاجية في بيوتهم بين أهلهم وناسهم. وأيضا حرصت على أنه يكون في تطبيق عشان نفصل مواعيدهم عن مواعيد المرضى الثانيين. بالحالة هذه يكون فيه يعني سرعة استجابة لهم، ويختارون الوقت المناسب. تعرفون يعني الناس اللي من كبار السن وذوي الإعاقة نومهم غير، موعد دواهم غير. أحيانا إحنا نروح لهم خارج وقت العمل، بمعنى بعد الساعة 4، أحيانا بالويكند. إحنا نخليهم يختارون، فريق العمل يتواصل معهم بحيث يكون يختار الوقت اللي مناسب له، يعني ما ينزعج هو المريض أو المرافق بأنه لازم أصحي بدري ولازم أودي الموعد. جهد التنقل أيضا، يعني لما أنا أشيل شخص كبير بالسن أو شخص من ذوي الإعاقة أوصله إلى المركز وينتظر وأعطيه الخدمة العلاجية، أمر كثير مرهق جسديا وبنفس الوقت مرهق نفسيا. يعني لما يتلقى الخدمة العلاجية بين ذويه، يعني بيته ومكانه، يختلف عن أن أنت تجيبينه إلى مكان كله يعني ناس
طاقم طبي ويظل يحفز الألم من تردد المستشفيات، فيظل ينزعج المريض ويظل بوضع نفسي غير جيد. احنا كذا ما ساعدنا بالضبط. احنا اوكي عالجنا اسنانه بس اذينا نفسيته. فانا حاولت اني اشتغل على نقطه الضعف هذه، كون عندي فهم، يعني الله عطاني فهم لشعور الناس وهم ايش يحسون، وخصوصا مرافقيهم يعني. فحاولنا ان نوصل لهم لبيتهم، نعطيهم الخدمه العلاجيه وهم بين ذويهم وهم مرتاحين، يكونون نايمين، يختارون الوقت اللي يبغونه. ما شاء الله عليكم، حلو انكم فكرتوا بكل هذه التفاصيل الصغيره. ولكن يمكن البعض يقول انه استخدام التطبيقات او الهواتف الذكيه بيكون صعب على كبار السن، فكيف سهلتوا لهم هذا الموضوع؟ صحيح، هو احنا لما عملنا هذه الحاجه التطبيق احنا نعرف انه ما راح يستخدمونه، يعني ترى في الحقيقه حتى مرافقي كبار السن وذوي الاعاقه يعانون، يعني صح. احنا خدمنا المرافقين بهذه الفكره، صحيح. حيث انا المرافق بدل ما اروح للمركز واقول لهم ابغى الدكتور يطلع او اروح للمركز واخذ له موعد، لا احنا كذا المرافقين حتى خليناهم مرتاحين، لاني اعرف كل مرافق هو ايش يحس. ترى مو شيء سهل، يعني مو شيء سهل انك ام او اخت وعندك احد من ذوي الاعاقه تروح معه تجي معه، يعني شيء جدا مؤلم. حتى لما يرتبكون هم بالمنشاه المراجعين من الفئات الخاصه، لما يرتبكون الاهل يرتبكون، الاهل يحزنون، الاهل يحسون انه في شيء يعني مربك. فاحنا يعني عشان نحافظ عليهم على نفسيتهم هم بالبيت يستخدمون التطبيق، يعني هم كذا كذا هذه الفئه تحتاج مرافق، فالمرافق هو اللي راح يستخدم التطبيق. ما شاء الله عليك منى، يعني طبيبه ومتطوعه، وشو هذه الاشياء اللي انت قاعد تسوينها ترجع لك بالاثر اللي يحسسك انه انت لسه ما زلت تبغين تعطين اكثر واكثر في التطوع؟ حقيقه التطوع يعني انا رجع علي باكثر من مجال، من مجال حياه، من مجالات حياتي. يعني انا لقيت في التطوع تحقيق الاهداف، يعني اي هدف انا ابغاه، وهذا سر يعني تعلمته واحب اعلمه، انه اي هدف انت تبغاه قدم فيه. يعني مثلا انت مريض او انت تحتاج الى صحه جيده، بكل بساطه انت تقدم في مجال الصحه. مثلا انا اعطي نصيحه علاجيه، اعطي احد يعني ياخذ حق الدواء، او مثلا انا ما دام اني عندي نقطه قوه اني اعالج احد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول، او عليه الصلاه والسلام في حديث الشريف، داووا مرضاكم بالصدقه. فيعني معنات انه فيها تحديد لهدف، مثلا عندي هدف الصحه، نفس الشيء هدف المال، يعني انت لما تعطي من مالك ترجع لك الزكاه بركه، ففيها تحقيق اهداف. فيها ايضا اتزان نفسي، انا وجدت الاتزان وقريت انه فيها اتزان، وفعلا يعني جربت واثبت. انت لما يكون عندك حاجه زايده، يعني عندي مال زياده او عندي طاقه ممكن اقدمها للشخص زياده، مثلا اني اسمع للناس وافهم الناس واراعي الناس، انا لما امررها للناس انا كذا صرت متزنه، ما عندي شيء زياده عني. وبنفس الوقت التطوع صراحه يعني له اثر بالطمانينه والشعور الايجابي ايضا. واهم شيء واخر شيء، يعني احنا كلنا بشر ونخطي، فترى على فكره يعني التطوع والعطاء فيه كثير يعني من تسديد الكارمات وزي ما يسمونها الحوبات، يعني صحيح. فالصدقه تطفئ غضب الرب، صح. فمعنات انه الصدقه ترى هي ما تقتصر على المال، يعني الابتسامه ايضا صدقه، فاي شيء انت تقدمه كصدقه يعني ممكن انه يكون يخفف هذه الاخطاء اللي انت سويتها، بالمقابل انت تحصل على تسخير، تسهيل، زياده رزق، يعني تحقيق اهداف. على المستوى الشخصي انا اشوف ان التطوع اعطاني يعني كثير بوش في حياتي. تطوعاتكم واعمالكم التطوعيه يعني لم تحدد فقط فئه الاطفال وكبار السن، وانكم تروحوا لمناطقهم وتقدموا لهم العلاج والرعايه وغيره، بل تعدت وتخطت الى النزلاء، نزلاء السجون احنا نتكلم. كيف جاتك فكره انك تروح تتطوعوا عند نزلاء السجون، وكم عدد النزلاء اللي عالجتهم وفي اي مناطق في المملكه؟ الفكره جتني صراحه، يعني انا كنت جالسه يعني بالممر وانا طبيبه قبل ما اكون مديره المركز، نعم. فشفت هي طريقه نقلهم الامنيه اللي فيها سلامه الجميع، طبعا هي مزعجه للسجين، يعني مزعجه نفسيا يعني، والناس ما زالت تعطي نفسها الحق انها تشعر الشخص الاخر بالذنب والفشله والعار. فانا كنت افهم هو ايش يحس، ما انظر له نفس ما ينظرون الناس. فكنت دائما اقول يعني اذا قدرت اقدم لهم شيء اني انا اجي اعالجهم في مقرهم. فلما يعني الحمد لله صرت مسكت اداره المركز، قدرت اني انا اقنع الفريق وما قصروا انهم يروحوا لهم.
فالشيء الثاني هم لما يجلسون بالعيادة ترى حركتهم محدودة، يعني الأشياء الأمنية اللي هم يحطون لهم إياها تصعب عليهم الحركة، الرفع، الإشارة. بالمقابل هي تأثر أصلاً على الخدمة العلاجية صراحة، يعني حتى الطبيب ما يقدر يقدم خدمة 100% بالطريقة هذه. نعم. فما قصروا فريق العمل وباركوا بالفكرة، إحنا نجهز من خلف الكواليس وهم يعطيهم العافية يروحون وينفذون. كم عدد السجناء وفي أي مناطق؟ في الرياض فقط؟ لا، هي إحنا من محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، فهي كانت بس محافظتي تقريباً أكثر من 50 نزيل. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك منى. منى، من وجهة نظرك بما أنه لك خبرة في التطوع وأمور التطوع، وش الدواء اللي تحسين أنه أنتم محتاجين فيها فعلاً متطوعين؟ الدوائر اللي إحنا نحتاج فيها يعني يفرق، احتياجنا يختلف على حسب إحنا نحتاج، لكن أنا بقدم نصيحة للشخص اللي بيتطوع إيش يتطوع بأي دائرة. يعني أهم حاجة لازم إحنا ننتبه لها إنه إحنا ما نطيح بفكرة العطاء الزائد. هذه كثير يعني انتشرت والناس صارت تقول لا هذا عطاء زائد وهذا خطأ. يعني متى يكون العطاء أو التطوع زائد؟ لما أنت تتطوع وتعطي من احتياج عندك. وش تقصدين باحتياج؟ عفواً؟ وش تقصدين باحتياج؟ يعني أنا مثلاً عندي نقطة ضعف بالمال، كيف أنا أعطي مثلاً من راتبي كله؟ يعني مثلاً أنا مثلاً غير صحيحة جسدياً، عندي مشاكل يعني جسدية، كيف أنا أروح المريض وأساعد مريض؟ لا، نقاط التطوع أو مجالات التطوع كثيرة، ممكن أنت تتطوع في مال، ممكن أنت تتطوع في زي ما قلت لكم مشاركة مشاعر الناس، ممكن أنا بس مجرد ما أسمع لك وأنت متضايقة ترى أنا هذا نوع من أنواع العطاء. الابتسامة لحالها تعتبر عطاء وصدقة. ممكن أنا أتطوع فكرة أنا أقدمها للناس، ممكن أتطوع بتوعية الناس، يعني مو لازم أنا أتطوع بحاجة فيني فيها ضعف فيني. فهي هذه الفكرة، العطاء متى يكون زائد وينقلب على صاحبه؟ لما يعطي من نقطة ضعف. لكن طالما أنت تتطوع من أقوى نقطة قوة عندك فأنت كده ماشي صح، وهذا هو العطاء الصح. وكل واحد يختار المجال اللي يقدر يقدم فيه، يعني مو لازم كلنا مال ولا كلنا مثلا دورات ولا لا، الشيء اللي تقدر فيه وتحس انه زايد عندك مرر للناس. جميل. وخصوصا في اليوم العالمي اليوم للتطوع دائما نحب اننا نركز انه ما نبغى الاستغلال. يعني كان جات فتره كان في استغلال كثير للمتطوعين، يعني كان في جهات مثلا تطلب احنا محتاجين متطوعين فيستغلهم انهم يعملوا لديهم ببلاش في الفعاليه والمناسبه وما يعطوهم حقوقهم مثلا بشهاده حضور وغيرها. اليوم اختلف الوضع لانه اصبح هناك منصه وطنيه للتطوع تضمن للمتطوع حقه في تسجيل عدد الساعات المتطوع فيها، وايضا الجهات اللي بالفعل تكون محتاجه هذه او الفعاليات اللي محتاجه المتطوعين لديها. خلينا نتكلم عن بعض الناس اللي بيقولوا طب انا كيف اتطوع؟ فين اتطوع؟ انا عندي امكانيه، انا عندي حب، انا عندي عطاء، لكن ماني عارف فين اروح، فايش تنصحيهم؟ انصحهم يعني انت اسال حالك وين تلقى نفسك تعطي بكل سهوله ويسر وما تحس انك لما عطيت ضغطت على نفسك. بالمقابل يعني انت عفوا اختريم قلتي في ناس تزعل راحت حقوقها، يعني احنا لازم نفهم ان التطوع شيء واجب. الصوره الكبيره التطوع شيء واجب، هو احسان في النهايه. وحنا يعني لما جينا للارض ترى جينا عشان نعمل الارض. انا مثلا انت لك دورك، انا لي دوري، انا دوري اتطوع، انت دورك تظهرين التطوع وتخلين الناس تتحفز له. يعني احنا عندنا ادوار احنا لمن جينا واحنا نعرف انه يعني وظيفتنا نعمل الارض ونتحرك في الارض، ما نعتمد على الوظيفه اللي تخلص بعد 8 ساعات كده. ولا على اني اتقاعد بعد 20 او 25 سنه، طيب وباقي حياتك في جانب انساني مهم لازم نتواصل معه. بالضبط، فهو هذه يعني ننسى اي حق من حقوقنا، اهم شيء انه انت المستفيد الاول، يعني بالتطوع انت المستفيد الاول على الجانب الشخصي، على الجانب النفسي، على الجانب المادي، على جميع الجوانب. خليك من اني انا اخذ حقي او ما اخذ حقي. نعم. الشيء الثاني يعني حنا كولاء للوطن، يعني من رؤيه 2030 انه نوصل لمليون متطوع، احنا وش فائدتنا قدام وطننا الا ان احنا نكون من جنود المحققين لهذه الحاجه. صح. ما ينفع انه احنا بس عطني، بعد احنا لازم نقدم. نعطي طبعا اكيد، يعني هذا واجب، بس الناس بالصوره الكبيره واجب الناس تفهمها تحتاج مقابل. لا، هذا دورك بالحياه كشخص، هذا دورك اتجاه وطنك، وعلى المجال الشخصي ايضا هذا دورك عشان تحسن انت حياتك. دكتوره منى الرويلي، شكرا لك ولتواجدك معنا. حبيبتي انبسطت معكم، شكرا جزيلا.